مش عارف كيف احكي لك. تقدر تعمل كات من هون. مرحبا، محمود ردايدي معكم من جدل. ألبوم جدل الرابع اسمه لطلوع الضوء، هو ألبوم أخذ وقت طبعاً، فيه مجموعة من الأغاني زي كل ألبومات جدل، دائماً في كل أغنية لها روح ولها ستايل مختلف. شوي في أغاني أهدى هاي المرة عن ألبوم مليون، اللي هو كان شوي جرنجي يعني وهيفي. هي لها دخل بأكثر من حدا قابلته بحياتي وعاش بتجربة التهجير وأنه يعيش ببلد بعيد عن أهله بسبب أشياء صارت ببلاده غصب عنه وغصب عنه بلاده يمكن. فأنا بعرف يمكن 4 أشخاص عايشين بأربع أو 3 قارات مختلفة عاشوا هاي التجربة وكانوا هم الأكبر إنسبريشن لكتابة هاي الأغنية. هلا الفرق بالعالم العربي معظمها مستقله، يعني بطل في اصلا الكونسبت اللي هو برودكشن هاوس او ريكورد ليبل، صارت في تولز كثير تخليك تعمل بدك اياه وتنشر اغانيك بكل الطرق. فبتخيل هلا بطل الموضوع صعب، الموضوع بس انك تضلك عم تشالنجينج يور سيلف، عم تعمل اغاني احسن وعم وتوصل الصوت والكلمات هدول لاكبر كميه من الناس يحسوا بالشيء اللي انت حاس فيه. يعني هلا بالنسبة لأي حد عم بطلع الساحة موجودة وكل إشي موجود يعني، فهذا إشي كمان خلى الموضوع شوي أصعب يعني، كمان عشان واحد الأرتست لازم يكون ملحق على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز، يعني بدك تعمل ستوري بدك تعملها على 4-5 بلاتفورمز، يعني بتصفي عم تعمل 12 بوستس بس عشان تنشر خبر واحد وعم بتضيع إفورت ووقت ممكن تحطه بالميوزك، فتجيب حد يشتغل لك سوشيال ميديا أول إشي. تاني إشي أعمل قد ما بتقدر أغاني قبل ما تطلع أغنية أو أغنيتين، أعمل 10 بعدين طلع أول أغنية. أول مرة صراحة حسيت بنجاح البروجكت جدل، يعني هي لما أول مرة غنيت أنا بخاف من كوميتمنت، وكنت هاي الفترة أنا بلشت أغني أغانية يعني ما كنت أجيب حد تاني، فيمكن كان دبل إمباكت يعني أنه كيف الناس سكتوني يعني حتى ما كنتش قادر أغني. فمن هناك صارت انطلاقة يعني الحمد لله يعني لجدل والسين كله. يعني أنا حيوان أصلاً. شو بده يكون حيوان؟ قرش. سوري، الإنرجي اللي عند فانز جدل وجمهور جدل مش عند ما شفتها عند باند ستنين صراحة، يعني انه يعني الطريقه اللي بيغنوا فيها معنا، واحنا الاغاني تبعتنا في منها انتنس وفي منها كثير فيها مشاعر، ف it's not all about مثلا dancing او jumping، بس انه في يعني في ناس بتتاثر كثير مرات بحفلاتنا. احنا اكلتي المفضله المنسف طبعا، اذا بحكي غير هيك وملوخيه ولازانيا. اتوقع الأسوأ واتمنى الافضل. كيوب سيشنز يعني احنا حكينا فيها فترة طويلة، وبصراحة ما يعني I'm really glad انه صارت واخيرا وصلت وعملنا السيشن واديت واحدة من اصعب الاغاني فوكالي بحياتي يعني، و I'm very happy التيم قديش سبورتيف وقديش البرودكشن فاليو تبعتها عالية، وان شاء الله الناس تنبسط فيه.